لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا تهانينا والناموس من هذه اللحظات الشوط الرئيسي للقعدان الثنايا للإنتاج يذهب إلى عزبة عبد الله بن مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش مشكور يا بن سفران تهانينا والناموس لحظة وصول الغزال إلى مسفر من علي بن سفران تستاهل فوز الغزال وانتزاعه لشوط الثنايا للقعدان للإنتاج تستاهل خير يا أبو بريك والناموس للجميع مش سلالته سلالة الغزال أبوه الذباح بالربيع وأمهم الغزالة مربط عندنا وإنجازاته ومشاركاته إنجازاته سابق في التمهيدي الأول وسبق اليوم في التمهيدي الثاني وإنجازاته إنجازاته عنده سيارتين لكن العام مر بوعكه صحية والسنة نقول إن شاء الله أنه عداها في رصيد السيارتين نعم في رصيد السيارتين لكن العام شوي صادته وعكه صحية نعم فوزه ومحافظته على شوط الإنتاج الرئيسي أكيد يتطلب منكم جهد وجهد مضاعف للمحافظة على هذا الشوط نعم أكيد احنا إن شاء الله نحن مجتهدين والسبوق الله يبارك فيها ما تبغي زيادة اجتهاد كيف كان مسار القعود اليوم في الشوط مختلف عن مسار الأسبوع اللي طاف ولا نفس المسار لا مسار تقريبا نفس الشيء يقوم في المقدمة ولا طلبنا منها النهاية الطيبة جابها الله يبارك فيه نعم هذا الفوز انه مسلم تهديه ابو علي والله اهديه عندي اهدائين اهداء للربع اللي معي في نفس الشوط واهداء لمحبين الشعار نعم بيض الله وجهك زين المسلم دائما وشكرا جزيلا وجهك ابيض وجهك ابيض شوميلة